الشغل اللي عم بيشتغلوا هون على العنبر اللبناني الأهمية تبعيته أنه مش بس هذا ما بهم بس العالم اللي قاعدين هون بالبلد، هذا على صعيد عالمي. واليوم عم نطلع منشورات علمية معروفة بالعالم كله سوا، كل العالم بيعرف أنه والله بهالبلد هون فيها خبير على هالموضوع هيدا وهالموضوع هيدا. فاليوم في مجالات كتيرة نحن فينا نتعاطى معها للأبحاث بلا ما تكون فيها كلفات كتير كبيرة وكتير هيلة. وهون بقصد فيه كل شيء بخص بشكل عام دراسة التنوع البيولوجي، واللي بخص كمان الجيولوجيا، لأنه أنا اليوم هودي عندي يون هون بأرضي، عندي يون هون، فإذا ماني بحاجة روح لبرا لجيبهم. العنبر هو مادة صمخية، هو صمخ متحجر، صمخ نباتي متحجر. ونحن هون عنا بلبنان في عنا بيمتاز بوجود أقدم عنبر في بقلبه محتويات حيوية. مواقع العنبر لبنان موجودة من شماله لجنوبه، وفي على هال 450 موقع اللي اكتشفناهم حديثا في عنا حوالي 25 موقع في بقلبهم محتويات حيوية من حشرات وعناكب وحيوانات تانية كمان متحجرة بقلبهم. هون بتلاحظي في عن طبقات فحمية كلها سوا هون فحم. هذا الفحم هو بقية شجر يلي عطى هالمادة الصمخية اللي مسميها عنبر. فهودي عمره نفس العمر حوالي 135 ل 140 مليون سنة. وهيدا كان صمخ شجرة. هذا كان صمخ شجرة. أكيد البيئة تغيرت كذا مرة خلال هالفترة هيدي. بوقتها كان موقع يلي حاليا بنسميه لبنان كان قطعة من قارة غوندوانا، كان على الخط الاستواء، كان في عنا غابات كثيفة. هالغابات فيها رطوبة عالية وعتمة بقلبها، لأنه هذا الشيء بنعرفه من خلال الحشرات الموجودة بقلب العنبر. الأهم شيء اللي فينا نعرفه بهالفترة هيدي هو ظهور نباتات المثرى الأنجيوسبيرم، أو يلي إذا بدي كل شيء بيعطي ظهور. اليوم حالياً أكثر من 3/4 النباتات الموجودة بالعالم هن نباتات مزهرة. أنا إذا بدي أعرف اليوم تاريخهم أمتى بلشوا، كيف بدي أعرف حتى كمان البيئة الحالية أمتى بلشت، بدي أرجع ل 134-135 مليون سنة لورا، الفترة اللي تكون فيها هالعنبر هيدا. بروح أجيب كم حبة عنبر. كل هالأشياء اللي جبناها معنا من الفيلد غسلناها طبيعة الحال أول شيء، وبعدين ما تتغسلت بصير فينا نطلع فيها تحت الميكروسكوب نشوف إذا في عنا بقلبها شيء محفوظ أو شيء انكلوجنز، إذا كان حشرات أو غيرها. هذه القطعة مثلا اللي لقيناها بالحقلة هذيك اليوم، هلا بتطلع فيها وإذا بنلاقي فيها بقلبها نوع البرغش علقان بقلبها. نفس الوقت نشوف اللي عم نشوفه بقلب المجهر، فينا نحط هون الورقة هون ونرسم هون. أنا بكون عم بشوف نفس الوقت إيدي وعم بشوف نفس الوقت الحشرة اللي هوني. فبهالطريقة فينا نعمل رسمة علمية وبتساعدنا حتى نقدر ندرسها بطريقة كتير دقيقة. رسمناها نرجع بعدين بناخد تفاصيل كل قطعة بقطعتها وبنعمل منشورة علمية حتى تكون هي المرجع العالمي لهالحشرة الجديدة اللي درسناها. القيمة تبع هالعنبر اللبناني قيمة علمية كتير كبيرة، ما بيسوى أبدا لأي غاية كمجوهرات أو كحلى، إنما عنده قيمة علمية كتير كبيرة لا تقدر بأي ثمن، لأنه نقدر نفهم
كل محتويات البيئة اللي كانت موجودة من الغابة للحشرات كيف صارت عملية تطور بكتير عيال من الحشرات. هون حاطين بعض الحشرات اللي عنا بالعنبر من عنا من لبنان، هم ما حدا بيعرفهم الخبريات. عندي آدم ريش الطير لكل كارة جوندوانا، آدم فراشة محفوظة بالعالم من عنا من هون من لبنان. لبنان من 135 مليون سنة كيف عنا ديناصورات موجودين، لأنه لقينا كمان أثار لقلون، لقينا أسنان لقلون، وهيدي ثروة وطنية عنا إياها ولازم نحافظ عليها. نحافظ عليها مفروض يكون في عنا متحف للتاريخ الطبيعي يلي هو مؤسسة ناقصتنا بهالبلد. متحف تاريخ طبيعي هو أرشيف لكل الأشياء اللي الطبيعة عطتنا إياها.